إبراء لذمتي ومسؤوليتي التاريخية وقسمي بتأدية عملي كرئيس لمجلس الأمة بأمانة وصدق، فأنا اليوم أناشد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحوالهم. ونحن أيضا، وراح أقولها بالعلن، نسمع أن رئيس الوزراء بسبب وضعه الاجتماعي هو اللي قاعد يمنع التواصل، تواصلنا المباشر مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو من يستطيع أن يقول قول الحق بالنسبة له. أنا كرئيس سلطة طلبت أيضا، أقول لكم إياها بالعلن بكتاب رسمي، مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ولم أمكن وما كنت أسمعه، قد تصح وقد لا تكون صحيحة، إن رئيس الوزراء هو المتسبب بذلك، وهو لا يريدني أن أنقل لحضرة صاحب السمو الأمير البلاد حقيقة ما يجري من أمور. إيش بقى يا جماعة؟ ما بقى بس سجين وصلاة العظم. فأنا أنقل بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد التدخل المباشر والفوري لإيقاف عبث رئيس مجلس الوزراء وبعض وزراءه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.